أو بالخارج تقود هذه البوابة إلى مقبرة شياطين الظل. كغراب العقعق الضخم يجلس طائر التنين على كومة من الكنوز المسروقة. ستجد عشاً فوق الأشجار، تلك البيضات تساوي وزنها ذهباً. يدخل أحد. شياطين الظل محبوسون في الداخل بمنأى عن عالم الخير والنور إلى أن تنشق الأرض نصفين. لا يستطيع أحد ولا حتى ملك الظلام زاروك إطلاق سراحهم من دون قطعة الظل الأثرية. غادر الآن أو شاركهم هلاكهم. س
سير دان، عليك أخذ طلسم شيطان الظل، إنه أثر قديم شيطاني، ولكن ربما يتيح لك التقدم عبر أرض شيطان الظل. فعلته. تعيث شياطين الظل في الأرض فساداً مرة أخرى، وكل هذا بفضلك. منحت الكائنات الأكثر تدميراً وخسة في تاريخ العالم إطلاق سراح مبكراً. سيتوجهون إلى أنقاض قلعة الملك بيريغرين، وستهلك جالومير. هناك تجمع.
لن يدخل. Thank you.
يا للمفاجأة يا فورتيس كي، قد راهنت بأموالي أنك ستكون ميتا بحلول هذا الوقت. لدي شيء هنا من أجلك ستعجبك كثيرا، أترغب بالحصول عليها؟ وبرد ورائحة موت قوية. نتذكر معركة جرت أحداثها هنا بين قوات الخير وجيوش زاروك المظلمة، والآن تمتلئ المستنقعات بالموت الهائمين. الأسلحة عديمة الفائدة مقارنة بالدروع الثقيلة للفرسان. لا تدعهم يلقون بك في المستنقع، لن تتمكن من إزالة الوحل. Okay.
تحياتي أيها الغريب، أنا صاحب القارب، أنا من يساعد الأرواح الضالة في رحلتها للعبور إلى مثواها الأخير في أرض الموتى. لكن مهلا، ألم نلتقي من قبل؟ السير دانيال فورتسك، أنت أيضا؟ بفضل تدخل زاروك، أنا غارق بالأرواح الضالة التي استيقظت من سباتها. لم يزدهر العمل إلى هذه الدرجة منذ أن اخترعوا المرافق الصحية. إن ساعدتني بجمع حمولة قارب من 8 أرواح ضالة وإحضارها إلى هنا، فسأخذك إلى مدينة ميلو ميد الغارقة. ما رأيك؟ إنه لمن التغيير أن يقابل المرء هيكلا عظميا شابا دمث الخلق بعد التعامل مع أولئك الزومبي القذري. تفضل بالركوب. حسناً أيها الفتى دان، كيف حالك؟ والآن، هل حصلت على سيف سحري؟ ماذا؟ لا يمكنك أن تواجه جيشاً من الموتى الأحياء دون سيف سحري أيها الفتى دانيال. هاك، خذ ما لدي، لن تضطر لشحذ نصل مجدداً أبداً، وإلا فلن يكون اسمي ديرك الراسخ. درع سحري لن يكون كافيا ابدا مهما قال ذلك الغبي الضعيف المدعو سترينغارد. احسنت يا فتى، كنت لافضل خوض المعركه حاملا صينيه تقديم الشاي عوضا عن درع الفتيات الضعيفه هذه.